خلال اليوم رح تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها السنوية، رح تكون الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب مناطق المملكة. غدا نهارا رح تستمر الأجواء صيفية، رح تسجل نهارا في عمان 29، بالليل رح تنخفض ل 19 درجة. يوم الخميس والجمعة رح تستمر الأجواء صيفية، رح تسجل نهارا 29، بالليل رح تنخفض ل 17. رح ننتقل لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة. أجواء صيفية خلال ساعات النهار، رح يكون طقس مائل للبرودة مع ساعات الليل، احتمالية تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية خاصة مع ساعات الليل وساعات الصباح الباكر. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة نهار اليوم في المدن الأردنية. إربد والمفرق 30، الزرقاء 31، أجواء صيفية، عجلون 29، جرش 31، شرق عمان 30. السلط ومادبا 28، غرب عمان 28، أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، البحر الميت 35، الكرك 27 والطفيلة 26. معان أجواء حارة 32 والعقبة 36 وأجواء حارة نسبياً. هاي الليلة رح تكون الأجواء مائلة للبرودة، إربد 19، المفرق 18، أجواء ضبابية والزرقاء 20. عجلون 17، جرش وشرق عمان ما بين 19 ل 20، أجواء ضبابية، غرب عمان ومادبا 18 والسلط 18. البحر الميت 27، الكرك 17، أجواء ضبابية ورطبة هاي الليلة، الطفيلة 18. معان 21 والعقبة أجواء مائلة للحرارة هاي الليلة ورح تسجل فيها 27 درجة. بالنسبة للطقس والنشاطات الخارجية، رح تكون الأجواء ممتازة اليوم لممارسة أغلب النشاطات الخارجية خاصة مع ساعات المساء، بس بدنا ندير بالنا لأنه الأجواء كتير باردة ولازم نلبس جاكيت. بالنسبة للصحة، رح تكون الظروف الجوية محفزة بشكل ضعيف للإصابة بأغلب الأمراض. أجواء جيدة اليوم لممارسة الرياضة الخارجية. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية.